أسعد الله مساءكم أينما كنتم من تلفزيون جيبوتي، وحييكم وأقرأ على حضراتكم هذه النشرة التي يستهلها كالعادة ببسم الله الرحمن الرحيم، ثم بأهم العناوين. ورشة عمل حول دور وسائل الإعلام في معالجة قضايا المعاقين. مساعدات طبية جديدة للهند وتسجيل حصيلة قياسية يوميا. إذن أهلا بكم. برئاسة النائب البرلماني السيد عبد الرحمن عوال ياسين، عقدت لجنة الشؤون الخارجية التابعة لمجلس النواب اجتماعا مهما لمناقشة بعض المشاريع القانونية، وذلك في قاعة الاجتماعات بمقر الجمعية الوطنية. وجرى الاجتماع بحضور وزير المالية والاقتصاد السيد ياسر موسى دوالي، ووزير الطاقة السيد يونس علي جيدي، وأعضاء لجنة الشؤون الخارجية لمجلس النواب. وتم خلال الجلسة مناقشة مشروع قانون يتعلق بتوقيع اتفاقية مع التحالف الدولي للطاقة الشمسية، وتتعلق أيضا بتمويل مشروع محطة توليد الطاقة ومشروع تمديد نقل شبكة الطاقة خلال المرحلة الأولى. وشهدت هذه الجلسة مناقشة بناءة ومثمرة. نظم وزير التربية الوطنية والتكوين المهني السيد مصطفى محمد محمود إفطار جماعي لصالح الموظفين والمدراء التنفيذيين في الوزارة، وذلك في فندق شاغاتون. وجمعت هذه المناسبة التي دابت الوزارة على تنظيمها العديد من أفراد الأسرة التربوية، حيث جرت في أجواء ودية بهدف تحقيق الألفة والتقارب بين موظفي وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، وتجديد التواصل وغرس المودة والأخوة وتبادل الأحداث بين الموظفين. وجرت هذه المناسبة بحضور الأمين العام لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني السيد محمد عبد الله مهيوب، والمستشار الفني السيد محمد برخت سراج، والمفتش العام، إلى جانب العديد من موظفي الوزارة. وفي كلمة له أوضح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني السيد مصطفى محمد محمود أن هذه المناسبة تهدف إلى تعزيز التماسك والتلاحم، وأكد أن هذه المائدة تهدف إلى تأكيد روح المودة والتعاون بين الموظفين، وأشار إلى أهمية اللقاءات الرمضانية التي تعكس الحرص على تعزيز العلاقات الاجتماعية بين الموظفين بعيدا عن روتين العمل اليومي، وضمن أجواء أسرية تكرس مفهوم الترابط الاجتماعي. وعرب عن شكره وتقديره للحضور كافة لتلبيتهم الدعوة، مباركا لهم الشهر الفضيل، متمنيا لهم أيضا دوام النجاح والتوفيق في حياتهم العملية، مؤكدا لهم سعي الوزارة لتعزيز بيئة العمل التي تساعد جميع الموظفين على النمو والتطور والإبداع. نظمت الوكالة الوطنية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بالتعاون مع منظمة اليونيسف واتحاد الصحافة الفرنكوفونية في جيبوتي صباح اليوم ورشة عمل حول دور وسائل الإعلام في معالجة قضايا المعاقين، وذلك في فندق في قصر الشعب. وتهدف هذه الورشة التي تندرج ضمن برنامج الوكالة لترقية أوضاع المعاقين إلى النهوض بحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في البلاد. وحضر هذه الورشة مديرة قسم الإعلام في الوكالة السيدة منى أبو بكر صادق، ومديرة الإنتاج الاجتماعي والتأهيل السيدة شكري حاشي، والمكلفة بشؤون قسم الإعلام في اليونيسف السيدة فاطمة علي إبراهيم، ورئيس الاتحاد الجيبوتي للصحافة الفرنكوفونية السيدة كينيدي إبراهيم حسين، والجمعيات العاملة لدعم ذوي الإعاقة. وخلال مداخلة له أوضح مدير عام الوكالة الوطنية لذوي الاحتياجات الخاصة بالإنابة السيد مهد حسن على أهمية هذه الورشة التي تعد منصة لإلقاء الضوء على دور الإعلام في تعزيز الفن وكيفية التواصل مع هذه الفئة العريضة في المجتمع.
في إطار التعاون المشترك بين مدينة جيبوتي ومدينة أديس أبيبا، تسلمت مدينة عمدية مدينة جيبوتي مساء أمس الأحد الدفعة الأولى من هبة تتكون من 250 ألف شجرة، وتأتي هذه المناسبة في إطار تعزيز العلاقات المشتركة والتعاون بين مدينة جيبوتي وأديس أبيبا. ومن المقرر أن يطلق مجلس عمدية مدينة جيبوتي قريبا حملة لزراعة الأشجار في جميع أنحاء البلاد والمجتمعات السكنية للعاصمة. هذا وقدم المستشار الفني لرئيس للمستشار الفني لعمدة مدينة جيبوتي السيد عبد الرحمن ياسين الشكر والتقدير للسلطات الأثيوبية على هذه اللفتة السخية والكريمة التي تعكس مستوى العلاقات بين البلدين الشقيقين الإفريقيين. في غضون سنوات قليلة نجحت الحكومة الجيبوتية في الاستثمار في مشاريع ثقافية تاريخية كبرى موجهة نحو التنمية المحلية وكذلك لتعزيز الهوية الوطنية، مما سيساعد في حماية التراث الثقافي للبلاد. وفي هذا الصدد فإن بناء المكتبة والأرشيف الوطنيين وإطلاق مشروع بناء المتحف الوطني وتعزيز الأنشطة الفنية والعديد من المشاريع الثقافية الأخرى كلها تضع جيبوتي في قلب التنمية الاجتماعية. إذن إليكم المزيد حول هذا الموضوع مع الزميل فيصل الأزهري. فيسكاليستي مينيستر بجي السيد عبد الفتاح آري، إن التخطيط والتنفيذ لهذا المشروع كان ثمرة الاجتماعات والمشاورات لأعضاء الحكومة بالتعاون مع المنظمات وأصدقائنا الذين يساندون التنمية، وهذا قد مكننا من بناء هياكل داخلية والتخصيص لهم ميزانية خاصة لتنفيذ المشاريع المختلفة. وهذه الخطوات هي التي ساعدتنا في ترسيخ إدارة المناطق الداخلية ممثلة يونيسيف. الطفل الذي لم يسجل وليس له شهادة ميلاد لا يعترف من قبل الدولة، وهذا يكون حائلا دون معرفة عدد الأطفال الصحيح، وبالتالي يسبب لهؤلاء الأطفال عدم الحصول على الرعاية اللازمة لهم. وزيرة الشؤون الاجتماعية منى عثمان آدم. هناك تعاون وعلاقات مستدامة بين وزارتي الشؤون الاجتماعية ووزارة اللامركزية، ونستند بوزارة اللامركزية كلما نحتاج إلى النزول والوصول إلى مجتمعنا أينما كانوا في عموم التراب الوطني لمساعدة المجتمع أو رفع وعيهم. والجدير بالذكر ليس هناك مكتب خاص لجميع الوزارات الحكومية في كل ناحية من المناطق الداخلية، لذا فإن من مهام وزارة اللامركزية التعاون والعمل مع كافة الوزارات لتنفيذ مهامهم ومشاريعهم وتقديم الاحتياجات اللازمة للمجتمع. وزير التربية الوطنية السيد مصطفى محمد محمود. ولتنفيذ سياسة فخامة الرئيس الجمهورية السيد إسماعيل عمر جيلي حول توفير تعليم ذي جودة عالية وشامل لأبناء الوطن في كافة عموم التراب الوطني بذلت وزارة التربية الوطنية. إذن تكتسي المكتبة الوطنية والأرشيف أهمية كبرى في التراث الثقافي في بناء الأمة الجيبوتية كما سبق وأن أشار إليه رئيس الجمهورية السيد إسماعيل عمر جيلي. ومن شأن هذه الخطوة أن تساهم في تعزيز وترقية الأدب الجيبوتي، ولكن أيضا في حفظ ونقل البيانات المتعلقة بالتاريخ الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للبلاد. ولقد تم تشييد هذه البنية التحتية الثقافية الجديدة على مدى 30 شهر، وتم افتتاحها في 28 من شهر ديسمبر من العام المنصرم. وتقع هذه المؤسسة الثراثية الجديدة بالقرب من جامعة جيبوتي، وهي مكان غارق في التاريخ والذاكرة الجماعية لسكان جيبوتي، مكان سيثير فضول الجماهير ويتوسع نطاقه من خلال من
منهج مساحة كافية للاكتشاف والمناقشة والتعلم، وإنه بلا شك تمثيل للذاكرة التاريخية والاجتماعية والسياسية التي ستسهم في التنمية المستدامة لجيبوتي. وفي 25 من فبراير من العام المنصرم أطلقت جيبوتي أيضا المهنة السينمائية عبارة عن إدارة حديثة تكون مكلفة بتكثيف كل الجهود الهادفة إلى تعزيز وتقوية إنتاج الأفلام في جمهورية جيبوتي. السينما هي قطاع ذو مستقبل مهني واعد، وهي جزء لا يتجزأ من التخصصات والمهن التي يتم تدريسها في معهد الجيبوتي للفنون. منذ بضعة أشهر فقط استفادت جيبوتي بالفعل من مساعدة شخصية مشهورة وعالمية بمواهب وإدارات مختلفة في مجال الفن والسينما. وقد تطرق رئيس الجمهورية في كلمة له في حفل الافتتاح حول جميع الفوائد المرتبطة بتطوير السينما الجيبوتي، وبغض النظر عن تأثيره الإيجابي على نمو المشهد الثقافي لدينا، فإن إنشاء السينما الجيبوتي يشكل منفذا جديدا لمفهوم أساسي لخلق فرص العمل. ولهذه الغاية، وفي يناير 2020 سافر وزير الشؤون الإسلامية والثقافة والأوقاف السيد مؤمن حسن بري إلى الهند لتعزيز التعاون الثقافي والفني مع صناع السينما الهندية. وفي إطار تعزيز السينما الجيبوتي، السينما الجيبوتية أقيم عرض لمعاينة فيلم جيبوتي في 25 من مارس في سينما بوادي مول جيبوتي، وذلك بحضور رئيس الوزراء السيد عبد القادر كامل محمد ووزير الشؤون الإسلامية والثقافة والأوقاف السيد مؤمن حسن بري ووزراء آخرين. هذا الفيلم الذي تم تصويره وإنتاجه في فرنسا هو نتيجة إنتاج مشترك مع شركة هندية. في إطار برنامج حماية الطفولة، وعقب ورشة العمل التي أطلقتها وزارة المرأة والأسرة بالتعاون مع منظمة اليونيسف لتطوير السياسة الوطنية لتنمية الطفولة في جيبوتي التي جرت هذه المناسبة في فندق كامبيسكي، توجهت مديرة قسم الأسرة في وزارة المرأة والأسرة السيدة فوزية علي عثمان إلى منطقة بخ بغية عقد ورشة عمل حول تنمية أوضاع الأطفال النازحين في هذه المنطقة. ويتمثل الهدف الرئيسي من هذه الورشة لتوعية الجهات الفعالة الرئيسية في برنامج حماية الأطفال وتعزيز التنمية للطفولة المبكرة في جيبوتي. وسيعمل ممثلو الجهات المعنية بهذه الورشة من أجل تعزيز الأنشطة وضمان خطة الهادفة إلى دفع عجلة الجهود الرامية إلى تنمية حقوق الأطفال في جيبوتي. وأيضا جرت هذه المناسبة بحضور نائب المحافظ الدكتور عوض ومديرة العائلة سيدة فوزية علي عثمان. احتضنت ناحية دعس بيو التابعة لإقليم علي الصبيح مناسبة تسليم مجموعة من دراجات السكك الحديدية، وذلك في إطار تعزيز وتطوير أنشطة السياحة البيئية في منطقة علي صبيح وتحديدا في هذه القرية التاريخية. ويمول هذا المشروع بشكل كامل من قبل المجلس الإقليمي للمنطقة، وذلك ضمن برنامج دعم اللامركزية والمبادرات المحلية إلى جانب تعزيز السياحة البيئية وتطويرها عبر استغلال الإمكانيات المتعددة التي تتمتع بها القرية. برنامج يستفيد من الدعم المالي والتقني من الاتحاد الأوروبي أيضا. وشارك في هذه المناسبة حاكم منطقة علي صبيح السيد موسى آدم ميغاني ورئيس المجلس الإقليمي السيد عمر أحمد وعيس والنواب المحليين ومدير الوكالة الأوروبية لتطوير السياحة بجيبوتي إلى جانب مسؤولين من السلطات المحلية للمحافظة. وفي كلمة لمدير الوكالة الأوروبية لتطوير السياحة بجيبوتي، شكر سلطات الإقليم على حسن الاستقبال وكرم الضيافة مشيرا على أهمية هذه المناسبة.
برعاية أمانة الدولة للشباب والرياضة، نظم الاتحاد الجيبوتي لكرة اليد يوم السبت الماضي النسخة الأولى من البطولة الوطنية لكرة اليد، وذلك في صالة الألعاب الرياضية بتنوية الدولة أو المعروف بليسيديتا. وشارك في هذه البطولة 20 فريق من العاصمة جيبوتي، ضم الفتيات والفتيات هواه هذه الرياضة. إذا ستتابعون المزيد حول أو صور هذا الموضوع في نشراتنا اللاحقة. والآن أعزائي المشاهدين ننتقل إلى الساحة الدولية وتحديدا إلى الهند. تستمر الهند في معاناتها جراء تفشي فيروس كورونا على أراضيها، مسجلة بذلك أعداد قياسية جديدة بالإصابات بلغ السبت أكثر من 400 ألف إصابة. إذن أعزائي المشاهدين بهذا قد وصلنا إلى نهاية النشرة، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.